نصلي في المغرب ومش ندير حد شيء. شد المقص نتاع الواحد وضربني على قلبي، عاد بروحي نطعت نلقى روحي في العيش. راني عايشة بعيشة معناها مش عيشة عبيد، راني مش عيشة عبيد. كانتنا هذه أول مصافحة مع العائلة هذه، حاولنا باش شفنا على عين المكان وضعية العائلة، وضعية المادية ولا شيء، جبنا لها بعض الإعانات اللي تبرعوا بها عديد الناس اللي كلموني بعد مباشرة بعد البرنامج، مع عديد من الناس وعديد من الكلمات بعثوا لي، فما ناس بعثت لي فلوس، فما ناس جابت إعانات عينية، وهذا ما كله وفرناهم وجبناهم، حاولنا باش نجيبوا كل شيء جديد. المرأة مولات البيت ما عندهاش فكرة منين تجم تدخل، أما وقت تحدد منين مش تدخل الماء بقدرة الله على ضوء المسافة هكي نتو نوفروا لها البرقتير إن شاء الله. الإعانات هذه سي محمد نجم نقولوا إعانات ظرفية، ماهيش مش تدوم لهم. شفناكم تحكيوا مع العائلة هذه على مستقبلك الصغيرات، شنو كيفاش نجموا نعينوهم، كيفاش نجموا نوفروا لهم موطن شغل. بالفعل كما قلت لك في نطاق التشابك نتاع العمل الجمعياتي اللي عندنا في صفاقس، واحنا كجمعيه منضوين تحت شبكه وتعاونوا عندنا في صلب الشبكه هذه، ثم جمعيات تعنى بالتشغيل وتعنى بالامور التنمويه. جمعيه الخيريه اللخمي للتنميه عندها برنامج نتاع تشغيل لهالصغيرات هذوما، يكون فيه انه الاكل والاقامه وكل شيء على حساب الجمعيه، المهم انه هالصغيرات هذوما ما يضيعوش. احنا بالرغم اللي تو الوقت معناتها مر على السنه الدراسيه، لكن مش نحاولوا بالتنسيق مع الجمعيه هذه انه نحاولوا نجموشي الصغيرات اللي عندها ما يقراوش، اللي هما ما مش قاعدين لا يخدموا لا يقراوا، نحاولوا كيفاش ندمجوهم بقدر الاستطاعه، نحاولوا كيفاش نجموا ندمجوهم. واذا في الاخير ما لقينا مش حل في الادماج ربما يكون العام الجاي، لكن اذا ما لقيناش حل الادماج ان شاء الله في الفتره هذه نراو كيفاش نعملوا حتى مشروع صغير انه يدر عليها حتى ما تيسر من المال باش تجم تجابه به يوميا المصاريف الحياه اليوميه. تو تحكيوا على بعث مشروع لسلمى القفصي باش تنجم تدخل مورد رزق. هو الغايه من التدخل نتاع الجمعيه الخيريه اصلا هو انه نعودوا الانسان انه هو يولي يصنع للدخل نتاعو، ما يبقاش يستنى في رحمة زايد وعمر نهار يعطيه 5 نهار يعطيه 10، هذيك كلها باش تزول. نحبوا الإنسان اللي يولي يعتمد هو على نفسه، وربما في وقت آخر يولي هو مساهم في بعث في إعانة عائلات أخرى. في الإطار هذا أنه يكون عنده مشروع على قد الإمكانيات نتاعها، مشروع نتاع فلوس العربي، وجربنا مع عائلات أخرى ونجح نسبيا، أنه يولي عنده دخل قار سواء من العظم سواء من البيع نتاع الدجاج. حسيت بتونس وحسيت فما عباد، حسيت تونس باهية. الحمد لله فرحت فرحت وفرحت فرحت لأقصى درجة، كنا ما نتصورش روحي ما هكاك. قال لك ايوب بكري ايوب قال لي يما هذا مش نتفرشوا فيهم ولا مش يهزوا فيه؟ شو قلت له؟ لا انا نحن يقول لي جابتهم من هذيك، قلت له جابتهم من هي الحمد لله. يقول لي بعد نرقد عليهم فيها راح فيها راح فيها راح مشي موت. ما نتصورش نعم انا مش نوصل للدرجه هذه، ما نتصورش خلاص. ربي ينور وجههم الكل، ان شاء الله ربي يرفع راية تونس، ان شاء الله ربي يرفع راية تونس. يرحم من كل اللي فيها سبب، قال لي قد له في صغاره وقد له في ذريته ونوب عليه، في كان اللي فيها سبب وكي. لا عندي توا فرحت توا عندي لمل توا.